يا كبير. ابدا احنا قاعدين بنتجسس شويه. مهملين المذاكره وقاعدين عم تتجسسوا؟ قوم يا انت هو بدل ما ابلغ عنيكم. يوهو الواحد ما يقدرش يتجسس شويه في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هتدلالك يا ري يا ابن الجاسوسه. مالك أعصابك يا كبير عشان ما تصيرش الشكوك. كوك كوك. جريهم يا كبير، روش معاهم وهز شوية ما تكسفنيش. ممكن ترقص ارقص. ايوه كده من حق الكبير يتدلع. انت فين يا جمعة؟ فاطمة انا تعال يا بنت. هتلخبطي لي خلقك يا بنت. انا عميت يا جمعة. انا من يوم عرفتك وانت عمي. بس خلاص هعمل لك العملية وحتفتح يا بنت، ومصر هي اللي حتتكفل بكل التكاليف. لا انت بتضحك علي كمني عمي. ايه جو الشحات الرخيص ده؟ ايه كمني عمي؟ اعمل لك العملية. محسن ده هو اللي قال لك ده. حتى بالأمارة كان معدي كده على بتنادي وراجع كده على سكيت بورده. يعني صح الصح هعمل العملية واشوفك. هتتنيلي تشوفيني، هتتنيلي تشوفيني. بس لا قدر الله لو نظرك يعني رجع ضعيف شوي هعمل لك الليزك. ربنا يخليك لي يا جمعة. جمعة فاطمة ليزك جاسوس 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 جاسوس. يا انا ما جاسوسش، انا ما جمعاش، انا ما جمعاش. بتحب مصر قد ايه؟ قد ما انت بتحب اسرائيل. امال بتتعاون معانا ليه؟ عشان انت قلتوا لي ان ده فيه مصلحه لمصر. المنجايه فيها كام بذره؟ فيها بذرايه واحده وقدك ده هتير. انت تقصد الطماطم؟ اوكي سوري. الطماطمايه فيها كام بذره؟ هات لي حبايه وانا اعدهم لك، مش هتسلك معاي. اوكي. ايه قيمه الحيره؟ يحطوك في اوضه مدوره ويقول لك فك زنقتك في الركنه. وايه قيمه العجب؟ انك تلقى الركنه وتلقى حد تاني بيفك زنقته فيه. نمله خرتيت حمار محبوسين جوه اوضه، والمفتاح من بره يطلعوا ازاي؟ الخرتيت يكسر الباب. غلط. النمله تطلع من تحت عاب الباب تفتح لهم من بره. ما هو ده كان رأي الحمار. كبير مبروك علينا انت. من المخابرات المصرية إلى أعزائنا في المخابرات الإسرائيلية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الخمس سنوات الماضية، وما نجلكوش في حاجة وحشة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. أخونا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بيتك من سنينك. أنا قمت من النوم عشان أشرب، نزلت تحت لقيت الواد توماس قاعد على الكمبيوتر بيربط مع واحد خواجة بالإنجليزي. وقعتك مربربة. We are very proud of your work. Thanks, Doc. It would be nothing without your help. Don't say that. Are you done with your assignment? Not yet, but I finished all the photography we need. Remember, Tom, you have to finish and send me all the stuff by the end of this week. Sure, Doc. I won't sleep today without finishing the grave. Great. God bless you. I am sure you're going to get an A with your project. واه 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 قفشتك قفشتك يا خاين، عم تتجسس قدح عين عينك في الفسحاية يا بجاحتك. في ايه كبير بس في ايه؟ توم، واتس هابنينج؟ ومين بسلامته؟ الخواجة صروف ولا سوسو ليفي؟ مين دول؟ ده الدكتور بتاعي. دكتور؟ لا مؤاخذة يا دكتور، لا مؤاخذة لو دخلت عليكم في وسط الكشف. وانت يا حبيبي بتعاني من ايه؟ الضغط علي عنديك ولا جالك حمو النيل؟ توماس، are you okay؟ توم، قول للراجل ده يخرس ويتسمر مكانه، ولو اتحرك حركة حفض البندق دي في صدرك. ايه يا كبير، هو الموضوع بجد ولا ايه؟ وانا من ميتة بهزر معاك، قول له. حاضر دكتور هارفرد، please don't go away. He'll kill me if you do so. Who's this man? And what is this all about? I don't know. بيقول بتطلب تقول انت هو. انا قلت له يعني يقعد زي ما انت قلت لي بالظبط. بس كبير، هو انا عملت حاجه غلط؟ يعني ما اعرفش عملت ايه يا خاين. خاين؟ خاين ايه؟ والله ما عملت حاجه. خلاص بالتهديه. ايه؟ شوفي فزاع باشا فين، وهات التليفون عشان اكلم محسن بيه يمسكهم هم متلبسين. حاضر يا كبير. مين محسن ده؟ محسن باشا، محسن بيه، محسن ده سيدك. طب حاضر، ما تزعلش نفسك. مين سيدي محسن بيه ده؟ هتعرف، وحياتك عندي هتعرف. قوم يا فزع. كلمت الواد فزع بيت؟ فزع باشا؟ كلمت، موبايله مقفول، تلقاه في مأمورية ولا حاجة. ربنا يوفقه ويحميه. طب أنا مش عايز أعرف أنا عملت إيه، أنا عايز بق مية، هموت من العطس. حاضر يا أسير، هنكرمك ونشربك مية، وهو ده الفرق بيناتنا وبيناتكم يا ولاد العم. ها يا ولاد العم، إحنا مين وإنتوا مين يا كبير؟ توماس، it's way too much. I don't care what's happening with this crazy man. اقعد برطم يا خواجه، اقعد برطم، ما انت دقيقتين وحياتي ياخذك الانتربول. I have to go. I have a meeting now. No. Doc, please. عايز يمشي على فكره. قول له يستنى 10 hours، 5 دقائق يعني ولا حاجه. اوكي. Doc, please. 5 more minutes. Please. باعك، ها؟ باعك السنتي. مع الخيانه في دمكم. جينات، هي بتبقى جينات. منكم لله. جبت رجل اخويا جوني لهبل معاكم، خليتوه يخون بلده. جوني؟ جوني ماله من الموضوع ده اصلا؟ اعملهم علي يا اخوي، اعملهم. وعيت تكون فاكر ان حركات الجواسيس دي هتخيل علي. لا، ده اني خابرك من اول يوم شفتك فيه، وما ارتاحش غير لما الف حبل المشنقه حول رقبتك. يا كبير انا مش فاهم منك ولا كلمه. ابوس ايدك بقى، اكلم سيدي محسن بيدك، خلينا نخلص. ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. الله يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعببه ده؟ ما تخافش يا محسن بيه، وانا تخوى لايدي حركات بس. قلت لك ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. وبعدين ايه اللي انت ماسكاه ده يا مدام؟ مقروطه؟ لا، ده مسدس حريمي عليه نكشة التنين. انا وبلا فخر قبضت لك عليه متلبس، هو وراس الافعى، هتلقاه هنا في الويب كام. فكوا يا نادين، انت متنح ليه يا نادين؟ بقول لك فكوا، مش عايزين مشاكل. ربنا ما يجيبش مشاكل يا باشا، ما خلاص التعلب وقع. طب ما تاخدوه كده ليزوغ. متشكر جدا يا فندم، انا كنت هموت. المهم انك كويس. تقريبا. انا بعتذر لك بالنيابه عن المخابرات المصريه. كيف يا محسن بيه تعتذر له؟ ده مذنب ويستحق الجزاء. ايه ده، ومحسن بيطلع معاهم ولا ايه؟ بس يا بني، انت تصرفت من دماغك يا كبير، ودي غلطه. كنت ممكن تموت الراجل ده وتودينا كلنا في داهيه. انا قلت لك قبل كده الراجل ده طلع نضيف وما عليهوش اي حاجه، وجيت هنا عشان الحاج. نضيف ايه؟
ده بيعمل ابحاث على السي اي اي. سي اف اي. سي اف اي. شايف البجاحة؟ شايف؟ والله انت ليك طلة وكاريزما، هعترف. ها طلة ايه ونيلة ايه؟ بيقول لك سي ايه؟ سي اف اي. سي اف اي دي ايه دي؟ دبلومة في المحاسبة. طلعت دبلومة. طيب بما تفسر الصور اللي كنت بتصورها بصور الناس في اوضاع مريبه ويصور اماكن غريبه. اماكن غريبه ايه ومريبه ايه؟ الحاجات دي كلها استعملتها في البحث، والبحث ده كان لازم اسلمه عشان اخد الشهاده. طيب يعني بتذاكر يعني؟ ما تقول لي، قول لي انا بذاكر. كنت اعمل لك بايديا دول سندوتشين حلاوه، ولا خلي البنت هديه تعمل لك شاي بربري. انا قلت لك يا كبير، قلت لك ان انا بعمل بحث على علاقه راس المال بين المؤسسه والفرد. خلاص يا جماعه خلاص، انتوا اهل وعايشين في بيت واحد. يا كبير أمرني. انت لازم تعتذر للاخ توماس، ودلوقتي تعتذر لتوماس وهو يقبل اعتذارك. الراجل ده لو راح السفاره هيبقى فيه مشاكل كبيره قوي، وهيبقى موقفك كمان وحش. ولازم ندلوك يا ليب عشان خاطري. اذا كان ولا بد يعني اسف. خلاص اعتذرت. بس انت بهدلتني قوي يا كبير. ما خلاص يا انت هتسوق فيها. انت مش زعلان يا توماس؟ يا فندم مش زعلان. مش زعلان. وانت يا كبير تاني مره ما تتصرفش من دماغك. وانا عملت كده ليه؟ ما النيه ايه؟ قلبي وكلني على البلد. انا عارف يا كبير، ودلوقتي فوتوكوا بعافيه. وحد يقول للراجل ده يصحى ويقوم يروح. يروح يروح. السلام عليكم. محسن بيه. أموري. الجماعة. في حاجة؟ لو ما كانش فيها رزالة يعني، ممكن ناخد صورة مع حضرتك؟ لا لا أنا ما بتصورش. أمانة أمانة، حن عليك، ناخد صورة واحدة للفيسبوك. أنا مش ممكن أظهر على الفيسبوك. ليه ده؟ إحنا ليمتد بروفايل، ما حد حيشوف حاجة يعني، إحنا بس والدوار. حن عليك. تمام، ما فيش مشكلة. امسك امسك يا امسك يا توماس، امسك. خد الموبايل ده صوره، شيل الزباله بتاعتك دي، شيل. سلام. معلش يا استاذ نادين، ها هنصور الصوره دي وبعدين انتوا تصوروا معانا. احنا هنصور فين؟ تعال يا استاذ. ضموا بقى على بعض شويه. امسك يا بنت.